السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نرى حديقة صغيرة للمدرسة. هذه النباتات قام الطلاب بزراعتها، يعني دي نواة بلح تم زراعتها. قام الطلاب بزراعة هذه الزراعات نواة بلح، وكما نرى بعض الموالح تم زراعة بذور، يعني دي بذر برتقال طلعت نبات برتقال، يعني بذرة برتقال طلعت نباتات برتقال، شجار البرتقال صغير. يعني مثلا نبات نخيل من نواة بلح وهكذا، نواة بلح هنا تم زراعة بذرة موالح، بذرة برتقال طلعت لنا هذا النبات. إذا هذه يعني يمكن زراعة حديقة من النواة أو بذور النباتات، كما نرى نواة بلح. طلاب الصف الثاني الإعدادي سيقومون بزراعة نباتات جديدة